بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني في الله، هنا سؤال: رجل ذهب إلى صحراء رملية وأراد قضاء حاجته وليس معه ماء ولم يجد حجارة لتنظيف المحل، فهل يجزئ أن يستجمر بالرمل؟ نعم يجزئ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا المتاح الرمل لإزالة هذه النجاسة. هل يجزئ؟ نعم، الميسور لا يسقط بالمعسور. هنا سؤال: حديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، لو أردت أن أردد هذا الذكر أكثر من 100 فهل يزداد الأجر؟ لا، الشرع أراد منك الذكر بصفة وعدد، وبالتالي تلتزم بالصفة وبالعدد. أرأيت الطبيب لو قال لك خذ من هذا الدواء 2 مرات إلى أسبوع وبإذن الله تشفى، تقول أخذ 4 مرات في اليوم على 3 أيام، لقال لك أخطأت، قد تهلك. هذا مثال تقريبي، والعبادات لا تقاس علي، لكن لكي تفهم أن الشرع أراد منك العبادة بعدد وصفة فالتزم بذلك. سؤال: ما هو مقدار الصبر الواجب من المسلم على إذا إخوانه المسلمين؟ مقدار الصبر لا حد له، أنت تصبر وتحتسب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأمر الثاني يقول: هل يعذر بالهجر لكثرة أذاهم؟ إخواني في الله، الهجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ويقول: من هجر أخاه 1 سنة فكأنما سفك دمه. لا يجوز الهجر أكثر من 3، لكن يمكن أن تخفف العلاقة فتعطيه حق الإسلام من إلقاء السلام، تشميط العاطس، زيارة المريض، إذا مات تمشي وتصلي عليه وتمشي في جنازته، حق الإسلام، حق المسلم على المسلم 5-6 سبع، الحديث معروف. فما دام أنت تعطيه حق الإسلام فلا يوجد هجر، لكن أن تقطعه فهذا لا يجوز. هنا سؤال: قال رجل عدد على زوجته الثانية، يعني أتى بزوجة ثانية، يعني هو كان عنده واحد وصار عنده إيش؟ 2، يعني ربنا يبارك له. مش عارف، فأهل الزوجة الأولى الزعل ونتيجتها فأصاب الزوجة الأولى الزعل، طبعا بدها تزعل، واحد يتجوز عليها بدهاش تزعل؟ لغاية الآن أمور عادية. ونتيجة هذا الزعل أنها عصبت، طبعا بدها تعصب ولا بدها تضحك لك؟ لك تهيئ نفسك، لا اللي بتبقى هادي هاي بدها ايه؟ تعصب. أنها لا انعصت أمر زوجها، عصبت مفروغ منها، لا بس هي جت عصت أم بس ليش خطك هيك جزاك الله، أمر زوجها من حقوق شرعية وترفض أن تنام حتى في غرفة واحدة. ما في مشكلة عندك سبير، احنا ما في مشكلة عليك، المشكلة وين؟ علي. ما بدك تنامي عندي؟ براحتك، خليك عندي ولادك، ما في عندي ايش؟ في عندي احتياط. والزوج عنده أولاد منها، طبعا شو هو عقيم؟ طبعا. وهو الآن ينام فقط عند زوجته الثانية، كويس، يعني لغاية الآن وضعك يعني جيد، إنه في إشي ما، طبعا إحنا بنحكي هيك ومنضحكك عشان تفهم السؤال، فقط عند زوجته الثانية فقط ولا ينام أبدا عند زوجته الأولى، لا يجوز. اذهب فنم عند زوجتك الأولى، فإن هي رفضت فهي الآثمة، أما أن تقول أجت منك
ما جت مني شو رايك اجي؟ لا خلص انا راي عند الثاني. والله ما جديده انت عتيكه قولت امي، انت المراه القديمه بدي انا جديد. اي ما انت ما صدقت وقالت لك الاولى ايش بديش، لانه صار في عندك اشي جديد. لا انت اثم هكذا لا يجوز. شو الحل؟ ان تاتي الى الاولى وتعطيها حقها ولا يشترط الجماع، تنام. فان هي ابت فقد رفعت عن نفسك الاثم. فهل يلحق الزوج شيء من الاثم؟ الجواب ظهر، بأن لا ينام عندها مخافة المشاكل. طبعا في مشاكل بدك تروح تحلها، مش الهريبة ثلثين المراجل. لا، سوف تذهب إلى زوجتك الأولى وتحل مشاكل عندك، منها أولاد، عندك منها ذرية تحتاج إلى لا يجوز أن يكون الزواج الثاني على حساب الزواج الأول. وكما كان يقول أحد المشايخ، لا أريد أن أقوم بزيجة ويكون بناء على ذلك ميتة. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.